بحاول أقنعك. أهلا وسهلا فيكم من جديد. بحاول أقنع روبا، بقولها ريحة الألي زاكية. طبعا هي جحرتني عن جد، ريحة الألي زاكية بس يعني لن أقبل زاكي. مش رح تغير رأيها، لن تقبل والبقلي زاكي خلصينا. ولا لا ما بزبط هذا نشوي بالفرن. شفتي طبعا ما عجبني. مش ما عجبني، بيطلعش مقرمش. لا منقرمش، من حمصه بالفرن بتحمص، بيطلع منشف. منشف مش في فرق بين مقرمش ونعمله دب جنبها. لا شو هذا ناكل منه حبه حبه، هذا هو اساس الطبخ الصحي. اسمعي بنعمله اساس اصوله ناكل حبتين. بصير كمان مروبه ممنوع حبتين. يلا مشيها حبتين، يلا على مشتك. ما فيها سمنه. طيب هلا عاده بالشتاء يعني حاجه الجسم للاوميجا 3 بتزيد بالضبط. هلا شو اسباب الاول نحن ليه بنحتاجه اكثر من ايام العاديه؟ هلا مش بنحتاجه اكثر، بس انه بصفي بنقدر نحكي مرات الاكتئاب. بتعرفي مرات الاكتئاب بفصل الشتاء بصيب بعض الاشخاص، هذول اللي من لهم دخل بالفصول، تلاقي الناس خلص بس تروح الشمس وتصير ساعات الليل طويله ممكن يدخلوا بحالات اكتئاب. فاوميجا 3 من الاشياء اللي كثير بتساعد في التقليل من حالات الاكتئاب، فعشان هيك بالشتاء في ناس بتلاقيهم بيزيد عندهم حالات الاكتئاب، فبنحاول انه نعزز النظام الغذائي بالاشياء اللي فيها الاوميجا 3. فالاوميجا 3 كثير مفيده جدا لعده اشياء، يعني غير اول شيء لصحه الدماغ والاكتئاب، عندنا لتقليل التريجليسيرايد. ومعظم الناس بالشتاء بتلاقيهم الاكل المقلي على قولة امام بزيد، الاكل بالليل بزيد، فبرضه بتصير ممكن في كثير ناس بيزيد وزنهم بفصل الشتاء، او ممكن يزيد وزنهم او ترتفع عندهم الدهنيات بفصل الشتاء لانه طريقه اكلهم كلها بتختلف. فالاوميجا 3 عنده كثير فوائد. اول شيء زي ما حكينا للتقليل من حالات الاكتئاب، لانه بيأثر على خلايا الدماغ الدهون المفيده، مفيد جدا للتقليل من الكوليسترول الضار والتريجليسيرايدز الدهون الثلاثيه، مهم جدا للقوه العقليه والقدره الذهنيه خاصه للاطفال. فكتير بنركز احنا هلا صاروا يعطوا روتيني، بيعطوا كتير للحوامل فوليك اسيد، صح، وحتى صار يعطوا اوميجا 3 للسيدات خاصه احنا ببلدنا لانه شوي مش كتير بناكل اسماك للاسف. يعني هو لانه هلا مش متعودين نحن، ممكن صح. مع انه حتى في منه مجمد، في منه يعني موجود المجمد يمكن اسعاره صح، ارخص من الفريش، بس برضه نحن ما عندنا بنظامنا الغذائي انه لازم سمك مثلا زي دائما المفروض انه 3 مرات لـ4 مرات بالاسبوع، نحن ما بنعمل هيك. صح، احنا بنركز لحمه ودجاج بس لازم صح. يعني الاسماك فيها فائده غذائيه كثير كبيره. صح، عندنا الاوميجا 3. في الاوميجا 3 في كثير 3 انواع، في الاي بي اي والدي اتش اي اللي هم موجودين في الاسماك والاطعمه البحريه، وهدول اللي أكثر الأبحاث انعملت عليهم للفائدة على القدرة الذهنية والذاكرة والتطور العقلي للطفل ولصحة الحامل. ما في مشكلة في أوميجا 3 بالنباتات، ولكن كمان إحنا لازم نحصل على الأوميجا 3 الـ EPA والـ DHA، النوعين من الأوميجا 3 الموجودين في المصادر سمك الأسماك يعني. فلعل الأقل مرة في الأسبوع سمك، أو يعني نحاول مش مرة بالشهر، خليها 2-3 بالشهر. صح، ندخل السمك ونحاول وصفات. يعني حبيت إيمان اليوم يعني حتى لو أنه مثلا مقبلات أو مقلي شوي، ولكن دخلت السمك بالوصفات. اه لانه ممكن هاي تنعمل دجاج، ممكن تنعمل بيه، فنحن ليه بنعملها بسمك؟ بنعملها بسمك من باب التغيير. كثير حلو. طيب بدي اسالك شيء ثاني، هلا اللي صغار برضه في منهم ما بيحبوا السمك، صح. يعني في اطفال بطبيعتهم طعم السمك ما بيحبوه، حاولوا الامهات انا متاكده يدخلوا لهم اياه ولكن ما بيحبوه. فهل هون نحن البديل هو السبلمنتس او الاشياء المساعده اللي هي الحبوب مكملات او الجامي هذا اللي باخذوه الاولاد مثلا للاطفال؟ هلا في اذا ما بحبوا ولا نوع سمك يعني جربنا بكل الطرق، يعني ضروري احط لهم انا؟ لا، هلا في ضروري كمان ندخل الاوميجا 3 من المصادر النباتيه زي الجوز، زي الجوز، اللوز، المكسرات، بذور الكتان، بذور تشيا، حتى لو على السلطه او مثلا بالكونفليكس او بحبوب الافطار المختلفه نحاول ندخلها. هلا اذا اضطرينا او حسينا انه عن جد الطفل ما بياخذ احتياجاته، راقبنا نظامه، مش غلط نستشير دكتور. في طبعا الاوميجا 3 الخاص بالاطفال اللي هي بتكون بجرعات صغيره، بتكون على شكل جاميز او كذا، بس نستشير الطبيب لننتبه للجرعه اللي بناخذها. صح، لانه بيختلف. ومثلا للكبار حتى في جرعات العلاجيه يعني اللي هي اكثر من 1 جرام، عاده كثير من الاشخاص اللي عندهم ارتفاع في الدهون الثلاثيه او الكوليسترول والدهنيات بنعطى بنوصف مع الطبيب لا مع الادويه الثانيه بكون ينعطى اوميجا 3، بس هاي بتكون بجرعات عاليه يعني فوق 1 جرام. احنا دائما نستشير طبيب او كذا لانه مرات زيادتها ممكن تعمل تميع،
ممكن تتعارض مع بعض الأدوية. فعشان هيك إحنا كأخصائي تغذية بشكل عام أو كل أخصائي تغذية بنحاول إن الأشياء المفيدة نحاول ندور وين في مصادر بالأكل ندخلها للأوميجا، وآخر إشي نلجأ للمكملات لأنه سهل. لأنه أنت لما تأكلي سمك ما بتاخدي بس أوميجا 3 الإي بي إيه والدي إتش إيه، ناخذ الفيتامين دي اللي برضه مصادرنا بالشتاء بتقل لانه تعرضنا للشمس كثير قليل، واحنا من الدول اللي قليله جدا بفيتامين دي وارتباطها بالسمنه. يعني فيتامين دي بيرتبط بكثير اشياء، مع انه نحن شتانا، يعني مش شتاء زي برا، شتانا كثير بيجي عندنا شمس، يعني زي اليوم صح برد بس مليان شمس، بس ما حدا بيقعد ما بنتعرض له. يعني انت من ورا الازاز ما بتاخدي صن بلوك ما بتاخدي. يعني انا دائما بقول لهم حتى اكيد ما رح تختاري الطقس اللي كثير كثير شمس، لانه بتعرفي في نصائح من دكاتره الجلديه لانه دائما بيسالوني هذا الشيء. طب احنا بدنا نحط واقي شمس وبنتعرض للشمس؟ فانا بقول لهم بالعقل، يعني مش معقول انا ما احط واقي شمس واقعد الساعه 12 الظهر بعز الشمس، في شمسه الساعه 4 و3، يعني شمس يعني قبل كذا او لمده 10 دقائق بس نتفه صغيره، بعدين بتقدري تحطي صن بلوك وتنتبهي. يعني هي مده 10 دقائق ايدين ووجه على الاقل بتقدري تاخدي، بس لازم تتعرضي يومي. عشان هيك احنا لا بناكل مصادر كثير غنيه بفيتامين دي ولا بنتعرض للشمس. صح. وناس بيقولوا لي في شمس كثير، ما انت من المكتب للبيت، من البيت للمكتب تروح الساعه 5 للاسف راحت الشمس 100%، فبنقدر طيب. ناخذها. هلا كمان الفيتامين اي الاوميجا 3 متاسفه مفيد جدا لصحه العينين، مفيد جدا زي ما حكينا لامراض القلب، لمرض السكري، ففي له فوائد غذائيه كثير كبيره، بسوى انه نحاول ندخله بطعامنا او غذائنا الغذائي. طيب بدنا نشكرك كثير، بنحاول ناخذ بهالنصيحه. هي اليوم ايمان شجعتنا باكله السمك هاي طيبه شكلها بالضبط ان شاء الله. لا بندوقها مقلي اكيد طيب شكرا لك، اهلا وسهلا. اهلا روان، اهلا تمام.